اخويا تهداو علينا بزاف هما بزاف اخويا ثلاثه ولاد الدرب هنا وعصابه معاهم ضربوني انا ولادي انا اش درنا حنا انا مقاتلين مع الزمان اخويا زيدنا شي بنادم علاش بو يلاه بيا عالم بين الله بو يلاه توفى ما حد نوجه فينا راه ضربوني انا ولادي تهداو على خواتاتي علاش شنو درنا لهم حنا علاش انا مقاتلين مع الزمان علاش الناس صافا تهداو علينا ريبوهم حتى فين تمشيو بزاف هادشي والله منهم اليوم حنا بالنا حنا بالنا يدخلوا علينا العيد الناس ما يديروا حنا ما يديروا بالزق ما يديروا ما شفناش العيد كيدير علاش علاش درنا العباد الله علاش راه كاين الله سبحانه وتعالى ما كاين حتى شي حاجه اخرى من صغرنا وحنا نتكرمصوا ديما مكرمصين علاش شنو تربينا هنايا انا ما باغي والو باغي السلامه ما باغي حتى شي حاجه انا راه الخبز قهرنا اش غنزيدو حتى الفطار بعد جا عندنا البارح بالليل ومشينا للسبيطار يومين دابا يومين وما كيجيو لينا تيدخلوا علينا انا جايين معايدين مع امي مسكينه ميت البا ما بغيناش نخليوها بوحدها جو هاد الحاله اللي داروا لنا هادي راه ضربوها مسكينه بكاس بنتي برجليها ما بيني وبينهم حتى حاجه كيكونوا مضاربين وكنفكهم القيصريه كنفكهم وكنطيح معاهم وكيكونوا كاع واكلين طعام تيكونوا كيجيو عند الدراري كان تيدخل عندي لداري وجي كنشط ولدي وداني حويجات ودالي فلوسه 160 الف ريال وما قلت والو قلت وليدي صبر ما عرفتش الغيره غا الغيره شافوه لابس مزيان وتيبيعوا شنو دابا الدراري كانوا الدراري عندي ولدي كان كيخرج قال لي ما بقاش عابين دو انا مالي انا اش درت انا جالسه كنتعشى تدخل عليا بحال هكا دخل ولدي كله مدقدق مضروب قال لنا سدوا الباب قلت لي مالك وليدي مالك قال لي راه امي مشي داو لي الشكاره قلت لي يخ وليدي ما بغينا حتى حاجه شويه حتى جاونا فرق ديال الدراس دينا الباب جاونا فرق بالعصيب والزراوط بالشناوه واحد المنظر واحد المنكه واحد شاف يديروا جاب الله الباب ديال الحديد ما تحلش ملي ناض الدري طلع ليا طلع السطح الدري هربوا للسطح انا حليت الباب دخلوا عليا انايا انا جالسه هنايا كرفصوني قال لي ولدك جيب ديك تي ما كاينش ولادي قتلوني انا باغا نموت انا دخلوا عليا حتى للدار قال لي ما بغيناكش تيبغينا ولادك ولادي خبيتهم في الطواليت ديال الكابينه ضربني عصا فيها مسامر ونزل عليا بها نزل عليهم عند انا ولادي مخبيهم في الطواليت سد عليهم في الطواليت كنقول لهم العام شد هذيك راه الوقت اللي كانوا الناس هربوا وهما بغاو يدخلوا من باب اخر ديال الجيران باش يطلعوا على ولادي باش يطلعوا علينا بالدار القرعه ديال اللي صار شدوا الموتور وشدوا قرعه وعاد القرعه ديال الشراب هي الاولى وعاد جابوا القرعه ديال ليسانس بغاو يشعلوا العافيه ناض لهم واحد الراجل في الدرب قال لي من منكر هذا الشيء المنكر ما داروا ما والو هذاك عادي نسيبهم اي عادي نسيبهم هاد القرعه هي اللي جبدوها كانوا غيشعلوا فيها العافيه ناضوا باليسانس قال لي هذاك راه ماشي ديالهم هما راه ديال نسيبهم وما يبركوا بالجنويه شلخوا الجاط هذاك الرويد شلخوهم بالموس ما كنرقدوش ما كنخرجوش كنخافوا كانت انا وحق الله العظيم غدا انا ولادي الكل السبيطار خزنا ما كنقولوش الناس غاديين وجي وعدونا ثلاثه ديال الدراري وكنتخلع وكنقول لهم خليهم يضربوني انا يضربوني وما تضربوش نتوما ما تضربوش ما خليتش ولادي يضربوا حتى انا ما تقدرش ما 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 ما, ما زعموش ما زعموش في الاول ولكن في الثاني ولاو كيعطوني العصا ما كنبيتش لولادي ما كنقول لهم ما ضربونيش انا مضروبه ما كنقولش ولدي مضروب ما عرفوش لا جاوا الله يجازيهم دخلوا قال لك ودي راه البارح نعلمين احنا باركين دابا قال لي معاكم انا بارك قال لي معاكم دابا الله يخلف عليهم الله ييسر لهم وكيعرفوني كيقول لي كنتي كتجهدي بولادك ما كتظلمي حد انا ما عمرني شي واحد صيفطو للحبس انا ما عمرني صيفطت شي واحد هذا ما هذا بغيت يمشي للحبس ياخذ لي واحد ياخذوا لي حقي بالموت ولا بالحياه انا خديت الكفن ما فينا عيد اللحم خنز ليا بقى مليون حرا خنز ما درت ولا في الثلاجه لا والو حتى يخ بكل شيء يخ بغيت حقي ما بقيت بغيت والو بغيت حقي ما دراجي صوتوني الدراري معاك الله كيقولوا لي الفعاله التاركه ما دياليش
سولوا عليا من هنا حتى لفرنسا حتى لايطاليا، معو الناس وشراو معايا وكيعرفوني هنا وبرا وكيعرفوني وغتشوفوني خوتي، كتشوفوني ولادي وخوتي راه غوروا عليا وعطوني حق الوليداتي، راني ضعت راني تكرمزت بزاف تكرمزت بزاف، رانا كنشهد بولادي يلا ميت لي راجلي 15 يوم باقي العزايا كيجيو باقي العزايا كيجيو كيجيو عدي العزايا كهربوا الناس ما بقاوش قدروا يجيو عدي بالرعب، خد لي عقيل شي نمزه وكافك